بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي معاكم أعزائي الطلبة بدرس جديد وهو المنصفات في المثلث للصف الثالث إعدادي. نعرض مع بعض الأهداف. أهداف اليوم هو تحديد العمود المنصف لقطعة مستقيمة ونستعمله. الهدف الثاني تحديد منصف زاوية ونستعمله. طبعا إذا كان أنا عندي القطعة المستقيمة ألف باء وعندي ميم نقطة منتصف الألف باء، فإذا سين صاد منصف ألف باء. السبب في ذلك لأن القطعة المستقيمة اللي هي سين صاد قطعت القطعة المستقيمة ألف باء عند نقطة المنتصف ألا وهي ميم. فإذا منصف القطعة المستقيمة يمكن أن يكون قطعة مستقيمة أخرى تقطعها عند نقطة المنتصف. منصف القطعة المستقيمة يمكن كذلك أن يكون مستقيم يقطعها عند نقطة منتصفها. متى يكون المنصف لقطعة مستقيمة عموداً منصفاً؟ يكون عموداً منصفاً إذا كان المنصف عمودياً على القطعة ويسمى عموداً منصف. ألاحظ هنا علامة التعامد بكون لي زاوية قياسها 90 درجة. طبعاً تكون مجموعة النقاط في المستوى التي تقع على العمود المنصف. عندي هذا العمود المنصف اللي هو سين صاد، في حالة إذا وقعت عليه النقاط راح تكون على أبعاد متساوية من طرفي القطعة المستقيمة. بلاحظ أن ألف نون يساوي با نون، كذلك إذا عندي نقطة ثانية اللي هي كاف، ألف كاف راح يساوي با كاف، وإذا عندي نقطة ثالثة كذلك راح تكون ألف راء على باء راء. إني حق نظرية الأعمدة المنصفة، نظرية العمود المنصف. في حال إيش قال لي؟ إذا كل نقطة على العمود اللي هي يقصد بها جيم، إذا كانت جيم على العمود المنصف لقطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين. طبعا هذا يعتبر منصف، العمود المنصف. شلون عرفت انه هو منصف؟ لان هذا الجزء اللي هو الف دال يساوي ماذا؟ دال باء. طبعا عمود منصف بالاضافه انه هو عمودي زاويه 90 راح الاحظ هني. طبعا هذه النقطه على العمود المنصف لقطعه مستقيمه تكون على ابعاد متساويه من طرفي القطعه المستقيمه. فبالتالي إذا عندي أنا جيم دال عمود منصف للقطعة المستقيمة ألف باء، فإذا أقدر أقول إن ألف جيم بيساوي باء جيم. فإذا إذا كان هو عمود منصف على قطعة مستقيمة أقدر أقول إن هذا البعد يساوي هذا البعد، ألف جيم بيساوي باء جيم. عكس النظرية شو يقول لي؟ كل نقطة على بعدين متساويين، يعني يعطيني إياها هذه في الرسم إن هذا البعد يساوي هذا البعد. أنا أستنتج إن ها جيم عمود منصف. فإذن إذا كان ألف ها يساوي با ها، وطبعا هذه النقطة تقع على العمود ها جيم، فإذن أنا أقدر أستنتج إن العمود المنصف لها جيم. فإذن يعتبر ها جيم عمود منصف. مع الأمثلة إن شاء الله بتوضح للنظرية. طبعا في المثال الأول أوجد ألف باء في الشكل المجاور. وين ألف باء؟ هذا المطلوب، ألف باء. فإذا أولا بلاحظ بأن جيم باء عمود منصف. السبب إنه هو قسم للقطعة المستقيمة لقسمين متساويين اللي هو جيم دال يساوي با جيم. ولاحظ انه هو عمود منصف اللي هو التعامد هنا شكل اللي هو زاوية 90. فإذا جيم ألف عمود منصف لباء دال. ف
فإذا أستنتج من خلال نظرية العمود المنصف إذا كان هو عمود منصف، إذا أستنتج أن البعدين عن القطعة المستقيمة متساويين. إذا ألف باء بيساوي ألف دال، فإذا ألف باء بيساوي 4.1. ننتقل إلى التدريب في الشكل المجاور. إذا كان المستقيم ميم عمودا منصف لسين عين واو عين 14.9، فأوجد واو سين. لكم من الوقت دقيقة واحدة. انتهى الوقت، نتابع الإجابة مع بعض. بلاحظ بأن المستقيم ميم عمود منصف لسين عين، هذه عطانية كمعطى، فمعناته بأن واو سين يساوي واو عين حسب نظرية العمود المنصف. إذا واو سين راح يساوي 14.9. ننتقل إلى مثال آخر. أوجد شين لام في الشكل المجاور. طبعا بلاحظ هنا وجود قيمة سين، فإذا أول خطوة بلاحظ أن تا شين عمود منصف لراء لام، فإذا أستنتج بما أنه عمود منصف بأن شين لام يساوي شين راء. طبعا بعوض بالقيم، شين راء اللي هو 2 س + 3، وشين لام هو عبارة عن 4 س - 7. فإذا أول خطوة بوجد قيم سين، ومن ثم بعوض لإيجاد قيمة شين لام. فإذا بعد التبسيط طبعا هني ناقص 2 س - 2 س، فبيطلع لي 2 س - 7 بيساوي 3. راح أضيف 7 إلى طرفي المعادلة، بينتج لي 2 س = 10 بقسمة الطرفين على 2، فمعناته س = 5. هل خلص الحل؟ لا، لا زلت، لأنه هو المطلوب شين لام، فبالتالي بعوض قيمة سين، بعوضها في وين؟ بعوضها في شين لام. شين لام هي 4 س - 7. بشيل سين وبحط بدالها قيمتها اللي هي 5، فبالتالي بقول 4 × 5 = 20 - 7، فإذا إجابة 13. إني حق التدريب. إذا كان المستقيم ميم عمود منصف لسين عين واو سين 4000 - 15 وواو عين 1000 + 12، أوجد واو سين. لكم من الوقت دقيقة واحدة. Thank you.
خلص الوقت نرجع مع بعض ونشوف الحل. طبعا بما أن المستقيم عمود منصف لسين عين بحسب نظرية العمود المنصف، فإذا أقدر أقول أن واو سين يساوي واو عين. واو سين قيمتها 4000 ناقص 15، واو عين هو عبارة عن ألف زائد 12. بطرح الألف في الطرفين بينتج لي 3000 ناقص 15 يساوي 12، بجمع الطرفين 15 15، بجمع ال 15 إلى الطرفين راح ينتج لي 3000 يساوي 27، وبقسمة الطرفين على 3 راح يعطيني 1000 يساوي 9. ما خلصنا لأن المطلوب واو سين، واو سين 4000 ناقص 15، بشيل الألف وبحط بدالها اللي هو قيمة الألف 9، 4 في 9 36 ناقص 15 21. ننتقل إلى مثال آخر، أوجد واو صاد في الشكل المجاور. طبعا ألاحظ من خلال الرسم بأن سين عين يساوي سين واو، إذن واو سين بيساوي عين سين، فبالتالي ولاحظ بأن سين صاد عمودي على عين واو. في اعتقادكم ماذا أستنتج في حالة إذا كان البعدين متساويين وكان سين صاد عمودي؟ فإذا أستنتج بأن سين صاد عمود منصف لواو عين، فبالتالي شو أقدر أقول؟ بأن واو صاد بيساوي صاد عين بيساوي 3 حسب عكس نظرية العمود المنصف. فإذا واو صاد بيساوي 3. ننتقل إلى التدريب في الشكل المجاور، إذا كان واو سين يساوي 25.3، صاد عين يساوي 22.4، واو عين يساوي 25.3، أوجد سين صاد. لكم من الوقت دقيقة واحدة. خلص الوقت، نشوف مع بعض كيفية حل التدريب. واو سين 25.3، صاد عين 22.4، وواو عين 25.3. بلاحظ بأن واو سين يساوي واو عين، وبلاحظ بأن المستقيم عمودي على سين عين، فبالتالي أقدر أقول بأن المستقيم عمود منصف لسين عين، فبالتالي أقدر أقول بأن سين صاد بيساوي عين صاد بيساوي 22.4 حسب عكس نظرية العمود المنصف. فإذا سين صاد بيساوي 22.4. ننتقل إلى هدف آخر وهو منصفات الزوايا. طبعا أولا يجب معرفة ما المقصود بمنصف الزاوية،
منصف الزاوية هو عبارة عن مستقيم أو قطعة مستقيمة أو شعاع ينصف الزاوية الواقعة عليه إلى زاويتين متطابقتين كما هو موضح بالشكل. بلاحظ بأن با د منصف للزاوية باء أو منصف للزاوية ألف باء جيم. بلاحظ هني هذه العلامة هاي معناتها بأن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. ننتقل إلى نظرية منصف الزاوية وعكس النظرية. أولاً نبتدي بنظرية منصف الزاوية. كل نقطة تقع على منصف الزاوية، طبعاً هني المقصود بها واو، زين تقع على منصف الزاوية با واو. قلت عنا منصف زاوية لأن قسم الزاوية إلى قسمين متساويين، بلاحظ هذه الإشارة اللي هني راح يكون على بعدين متساويين. بما معناه إذا عندي أنا با واو منصف زاوية، واو دال عمودي على با دال بالإضافة إلى واو ها عمودي على با ها، أقدر أقول حسب نظرية المنصف بأن واو دال يساوي واو ها، يعني على أبعاد متساوية. طبعا راح توضح النظرية من خلال الأمثلة اللي بتينا. عكس النظرية بالعكس، إنه بيجيب لي بأن واو دال يساوي واو ها، وبيعطيني كمعطى بأن واو ها عمودي على با دال بالإضافة إلى واو ها عمودي على با ها، أنا أستنتج بأن با واو هو منصف زاوية حسب عكس نظرية منصف الزاوية. نروح مع بعض نشوف المثال. أوجد قياس ما يأتي سين صاد، طالب مني قياس سين صاد. فإذاً ألاحظ هني أن هذه الزاوية اللي هني 41، كذلك أن هني الزاوية 41، فإذا أستنتج بأن عين سين منصف للزاوية بالإضافة إلى سين صاد عمودي على عين واو، وسين صاد عمودي على عين صاد، فأقدر أقول الحين بأن سين صاد بيساوي سين واو بيساوي 7 حسب نظرية ماذا؟ منصف الزاوية. فإذا سين صاد بيساوي سين واو نظرية منصف الزاوية، فإذا سين صاد بيساوي 7. تدريب أوجد قياس ما يأتي، المطلوب جيم دال. لكم من الوقت دقيقة واحدة. خلص الوقت، نستعرض مع بعض الإجابة. طبعا بلاحظ هني إن با دال منصف للزاوية باء، بلاحظ هذه الإشارة، فمعناته إن القيمة الموجودة هني تساوي القيمة الموجودة هني، فمعناته بعتبر إن با دال منصف للزاوية بالإضافة إلى أن دال ألف عمودي على با ألف ودال جيم عمودي على با جيم، فإذا أقدر أقول بأن جيم دال بيساوي ألف دال بيساوي 8 حسب نظرية منصف الزاوية. ننتقل إلى مثال آخر. أوجد قياس ما يأتي،
طالب مني قياس نون راء. طالب مني طول نون راء. فإذا أول خطوة بما أن ياء نون منصف للزاوية ونون ميم عمودي على ياء ميم ونون ميم عمودي على ياء راء، أقدر أقول بأن نون راء يساوي نون ميم. نون راء قيمتها 6 سين ناقص 7، نون ميم قيمتها 3 سين زائد 5، بطرح 3 سين للطرفين بيطلع لي 3 سين ناقص 7 بيساوي 5، بجمع الطرفين 7 7 فبيطلع لي 3 سين بيساوي 12، قسمة الطرفين على 3 سين يساوي 4. طبعا هو المطلوب هنا طول نون راء، فإذا نون راء هو 6 سين ناقص 7 بعوض بقيمة سين، فإذا 6 في 4 24 ناقص 7 بيعطيني الجواب 17. ننتقل إلى التدريب أوجد قياس ما يأتي، ولكم من الوقت دقيقة واحدة. خلص الوقت، ننتقل إلى حل التدريب. راء قاف يساوي راء ميم حسب نظرية منصف الزاوية. الحين بعوض راء قاف 4 سين ناقص 8 وراء ميم 2 سين زائد 2. طبعاً بينتج لي 2 سين ناقص 8 بيساوي 2، لأن طرحت سالب 2 سين إلى طرفي المعادلة. بضيف 8 إلى طرفي المعادلة فبيعطيني 2 سين يساوي 10. لإيجاد قيمة سين يتم قسمة الطرفين على 2، فإذا سين تساوي 5. طبعا ما خلصت الإجابة، راح أعوض براء ميم. راء ميم هي عبارة عن 2 سين زائد 2، بعوض بقيمة سين 2 في 5 10 زائد 2 12. للمزيد من التدريبات أعزائي الطلبة الرجوع للكتاب من صفحة 115 إلى صفحة 122، تمرين من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 7 ومن 9 إلى 11 ومن 13 إلى 18، وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكراً.